تعرضت النهاردة للاعتداء في محطة كلية الزراعة. كان أنصار الإخوان بيحاولوا يقتحموا المحطة، حطموا النوافذ، كان في حالة من الذعر بين الركاب، قطعوا القضبان، يعني كان في انفجار قنبلة في إحدى العربات، كان معاهم شنط كتير. فداخل احد الشنط ديت كان في قنبله يدويه بدايه الصنع انفجرت. فانا يعني كنت بغطي الاحداث هناك، فصورت بالكاميرا اثار الانفجار بتاع القنبله. كان في حاله من الكر والفر بين قوات شرطه النقل والمواصلات الموجوده في المحطه، بين الانصار الاخوان وبين القوات الامنيه. طبعا كان في وانا بصور الفيديو بتاع اثار القنبله، فوجئت باحد انصار من الانصار الاخوان يعترضني وبيحاول ان هو يعتدي عليا وبيقول لي ما تصورش، وفوجئت بالعشرات انهاله بالضرب عليا فوق مني. يعني دماغي كانت، يعني انا لقيت الضرب في كل حته شغال فيا. ما كان عليا الا ان انا وطيت، وكان في العشرات بيضربوني فوق دماغي. اتصبت بكدمات في دماغي، القميص بتاعي اتمزق. الحمد لله لولا تدخل الاهالي اللي كانوا موجودين في المحطه وحاولوا يحتوي الموقف، انا كان زماني النهارده في عدد القتلى.